والله البندوره بزيت بلدي مع فلفله خضراء. هذا ابو محمد طبعا المحاسني، الاخ يوسف المحاسني، يوسف سليمان. يوسف سليمان المحاسني. والله سمعتنا اليوم شاء القدر والصدف الجميله ان نلتقي به عن طريق معرفته، عن طريق سليمان. سليمان النواس، ايوه قاعد بحرث بالحصان تبعه وارض ابو محمد. ايوه محمد، شو يعني لازم تغلبتوا حالك هسه؟ والله مع انه قال لي ما فيش من الواجب، يعني هذا احنا والله هذا جوده من الموجود، يعني اكيد طبعا ما شاء الله عنك. والله دكتور هذا عبد الرحمن ابن اخوه، وهذا محمد ابنه، شايفين هذا يوالي قلايه اللي احنا على حر من الجمر اللي بيها، احنا بنستنى ثاني نتغدى. وهيني يعني صار لي قاعد هنا بيجي ساعتين الله اكيد من كفر خل. شوف الجمال، شوف البلاد هاي ما احلى. لا حدا يعتب علي بيزعل مني لما اقول اردن احلى بلد بالعالم، عداش يزعل مني لانه هاي الحقيقه، الخير اللي فيها البلاد هاي والجمال والطبيعه واهلها الطيبين ما تلاقوه مش ولا مطرح من الدنيا كلها. كل الشعوب خير وبركه، لكن هون والله يا عمي انت بتعيش ببلد الله باركها، الله باركها. شفت يا عبد الرحمن هاي جنة الله في الأرض. نعم والله جنة، فما نشرح ندور على جنات ثانية. يا سلام يا سلام. هذا بيت تخفق فيه الأرياح أحب إلي من قصر منيفي، ولطبخة تطبخ على الحطب أحب إلي من منسف رغيدي. يا سلام. هذا يجمع على